أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بعيد الغدير المبارك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على ولايتهم والبراءة من أعدائهم إن شاء الله تعالى. وصل بنا الكلام إلى أمور تفريعية على حج الصبي، بعض المسائل التفريعية على حج الصبي. قبل حج الصبي عندنا في المسألة إنه مسألة البالغ. مسألة البالغ اللي يريد يحج حج مستحب. احنا قلنا سابقا انه الحج بعمر الانسان كله مطلوب من عنده مرة واحدة يحج، يسمونه حج الاسلام. موضع كلامنا للبالغ اللي يريد يحج حج مستحب، وهذا شلون يصير بالغ ويحج حج مستحب؟ قلنا احنا سابقا للي قريب من مكة، للأغنياء بعد أن يحجون الحجة الواحدة بعمرهم الواجبة، يستحب لهم الأغنياء والقريبين من مكة وغيرهم. هذول شنو يستحب لهم يحجون بكل عام، وبكل عام يستحب لهم يحجون. هسه هذا واحد يقول أنا بالغ وأريد أحج حج مستحب، زين شنو واجب آخذ إذن والدي؟ لا مو واجب، موضوعنا بإذن الوالدين. الفقهاء يقولوا له هذا حجك المستحب، إذا تريد تروح تحج زين مو واجب تاخذ الإذن من والديك، بس إذا شنو يخافون عليك من الطريق، يخافون عليك من الطريق مثلا، أو قلنا المحاذير الثلاث اللي مرت عند السيد الشيرازي. وكذلك هنا في هذه المسألة يشترك فيها السيد السيستاني والسيد الشيرازي، يشتركان في هذه المسألة. زين واحد بالغ يريد يحج حج مستحب، مو واجب عليه ياخذ اذن والدي، بس اذا هذا راح يؤدي الحج مالته راح يؤدي الى العقوق، او راح يؤدي الى خوف عليهم. زين قالوا لهم مو زين الحج بهذا العام، وانت حجيت سابقا هواي لا تحج. زين فالواجب هنا يتبع كلام والديه. ليش؟ لان حج شنو هذا مستحب، زين مو واجب. اما الحج الواجب لا، مو واجب انه ياخذ اذن والديه، لان هذا حج واجب، والحج الواجب مو مثل المستحب. الحج المستحب صحيح مو واجب اخذ اذنهم، بس اذا صارت محاذير قاموا يخافون علي هذا لا والعياذ بالله، يعد حقوقا وعد عدم شنو مصاحبة بمعروف. زين فالواجب هنا أنا اخذ اذنهم، لان حج مستحب. اما اذا حج واجب فلا، خافوا علي ما خافوا علي مو واجب انه شنو ما اخذ اذنهم. وندخل الان ان شاء الله تعالى الى حج صبي، بعض المسائل مترتبة على حج الصبي. يقولون عندنا صبي زين أخذناه ويانا، وقبل لا نوصل الميقات اللي يحرم من عنده، لأن هناك هي مكة أكو مواقيت، أهل الشام إلهم، أهل العراق وغيرهم وغيرهم، يعني كل منطقة كل جهة بيها مواقيت. منك الناس من توصل هاي المناطق تحرم، تبتعد عن المحرمات الآتية إن شاء الله تعالى، الآتي شرحها إن شاء الله تعالى. منك الناس تبتعد عن هذه المحرمات. يقولون إحنا قبل لا نوصل لهذا الميقات، هذا الصبي شنو بلغ بأحد علامات البلوغ اللي مرت، ويقولون نريد هذا الصبي يكمل كل أعمال الحج ومستطيع عليها،
زين وما يتعب شي ومتمكن منها، فهذا الحج مالته يغني عن حج الإسلام. لو ما يغني، الفقهاء يقولوا لهم بل يغني عن حج الإسلام، مو بس إنه شنو بلوغه قبل الميقات، وأكو ميقات خاص اسمه ميقات الفخ، هذا مخصص لإحرام الصبي. يقولون لهم الفقهاء لا، مو بس قبل هذا الميقات وبلغ وكمل، لا يوسعون الدائرة لهم أكثر، يقولون لهم حتى لو شنو بعد أنا أحرم، هو صبي بعد أنا أحرم وقبل أن يوصل المشعر الحرام مزدلفة، هاي منطقة هناك مكة تقام فيها أعمال الحج. زين الفقهاء يوسعون لهم الدائرة، يقولون لهم حتى هذا إذا الصبي بلغ بعد أن أحرم وقبل أن يوصل المشعر الحرام، شنو الحج مالته همين كامل ويغني عن حج الإسلام. ويوسعون لهم الدائرة بعد أكثر، يقولون لهم حتى إذا هذا الصبي شنو بعد أن أكمل كل أعمال الحج وشاف بنفسه، شاف نفسه بالغ، بعدين علم انه بالغ، زين فهنا همين هذا الحج كل اللي اداه يغني عن حج الاسلام، يعني وسعوا لهم الدائرة اكثر. يعني بالبداية كان هو متيقن زين انه مبالغ، وبعد ان ادى اعمال الحج شاف نفسه لا انه اداها كلها هو بالغ، زين فهنا هذه كلها شنو تغني عن حج الإسلام. أما العكس، هو سوى كل هاي الأعمال وكان يحس بنفسه إنه هو شنو هو بالغ، بس بعدين بعد ما كمل هاي الأعمال شافوا لا، العلامات مو علامات بلوغ، علامات الصبيان بعدها بي ما بي أي علامة من البلوغ، كنا مثلا مشتبهين، فهذا الحج يغني أم لا يغني؟ فقهاء يقولون لهم لا، ما يغني عن حج الإسلام. ليش؟ لأن وقع منه وهو صبي لم يبلغ. نعم، وللمسائل إن شاء الله تعالى بقية يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.